السيد علي المرعبي الكاتب السياسي الكاتب الصحفي وأمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب. أهلا بك سيدي على هذه المشاركة. لماذا خرج ستولتنبرغ بهذه التصريحات قبل هذه المدة والأحاديث المتواترة في كل المنصات الأخرى تتحدث عن شتات الأفكار؟ هنا يتحدث عن احتمالية إقامة سلام يأتي من بيلاروسيا أو الحديث عن موافقة أو تلميح من الولايات المتحدة، وهنا تصعيد هذا الشتات، كيف نجمعه؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. لابد من توضيح عدة أمور. أن هذا التصريح الخطير لأمين عام حلف الناتو يحمل دلالات كثيرة. الدلالة الأولى أن هذه الحرب ليست محصورة ضمن أوكرانيا، أي لم تبدأ من أجل يعني مشاكل داخل أوكرانيا وروسيا، وإنما هي أبعد من ذلك بكثير. أيضا هو يريد أن يضغط على أعضاء حلف الناتو وتحديدا الأوروبيين للتهيؤ أكثر ولدعم يعني الإمكانيات التسليحية والمالية والاقتصادية أكثر لحلف الناتو وللجبهة ضد روسيا، اللي بيلمح أنه هي قد تستمر سنوات أمام الضائقة التي تجتاح أوروبا حاليا. هناك إضرابات وتظاهرات في فرنسا، في بريطانيا، في ألبانيا وعدة دول نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة والأسعار والتضخم الكبير الذي طرأ على اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي. النقطة الثالثة والأخيرة أنه هو يريد أن تتحضر هذه الدول لأعضاء في حلف الناتو إلى إنتاج المزيد من آلات الدمار، يعني ذخائر وأسلحة وصواريخ وطائرات وإلى آخره لتمويل هذه الحرب. ولكن سيد علي سامحني أن أقطع هذا التدفق من المعلومة، ولكن على الأقل اتصال الأفكار، على الأقل الفكرة تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية. اسمح لي أن نلتقط معا هذا التسلسل. الولايات المتحدة على لسان مسؤول عسكري لم يذكر اسمه وتتابعت الأسماء بعد ذلك بأن بريطانيا غير قادرة على حماية نفسها، ثم يجتمع وزراء دفاع حلف الشمال الأطلسي ويتحدثوا عن عدم كفاية ما لديهم من أسلحة وعليهم أن يزيدوا إما ابتداء لحماية أنفسهم أو الدفاع عن أوكرانيا، ثم يأتي الرجل في مرحلة ثالثة ويتحدث عن خطر داهم سيستمر أمد. هذا التسلسل يخدم أي فكرة؟ أنا برأيي يخدم الهدف الأمريكي. أنا لأني أعتقد منذ البداية أن هذه الحرب التي تقع في أوكرانيا هي هدف أمريكي. الهدف الأول هو لجم التطور الروسي المتحالف مع الصين والهند. طيب أنا سأعتبر ولك التعقيب، أنا سأعتبر أنك أجبت على هذا السؤال من خلال أنها تخدم الولايات المتحدة. هل نكتفي وننتقل إلى نقطة على ذات الصلة، أن ما يحدث هو لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية؟ وبناء عليه، ما الذي أقنع يانس ستولتنبرغ وهذا الحلف بقضه وقضيده أن يتحدثوا برواية الولايات المتحدة وهو من يقول أن الولايات المتحدة تلعب لذاتها؟ من الذي أقنع هؤلاء وكيف أقنعهم؟ بمعنى أدق، ما هي أدوات الضغط عليهم؟ أدوات الضغط عليهم كبيرة. يعني أول شيء أنه هن بالاتحاد الأوروبي، يعني بالمنطقة الأوروبية التي تجري فيها المعارك، هذه أول وسيلة ضغط أمريكية. ثاني وسيلة ضغط أمريكية العامل العسكري، يعني بتهدد بشكل خفي حلفاء الأوروبيين بحلف الناتو أنه أنتوا يبتعملوا الشيء اللي بطلبوا منكم، يا أما أنتوا معرضين يعني للخطر الداهم من القوة. تقصد أن ظاهر هذه القوة هو في أصله ضعف؟ لا، هو هن الأمريكان، أتحدث عن يانس ستولتنبرغ والاتحاد الأوروبي حلف الشمال الأطلسي أيضا. نعم، هن الأمريكان بدهم يضغطوا على الأوروبيين أكثر لتمويل الحرب أكثر من الأمريكان، وأيضا لإشعارهم أن هن بحاجة دائما للحماية العسكرية الأمريكية من خلال حلف الناتو، أنه أنتوا ما بتقدروا تواجهوا روسيا إذا ما خضعتوا أكثر وأكثر للرأي الأمريكي وللإملاءات الأمريكية وللقرارات الأمريكية، وهذا بات واضح.
يعني حتى باجتماع بروكسل الذي يجري الآن وبحضور وزراء الدفاع كلياتهم، كان هناك تلويح أمريكي بشكل واضح الالتزام بمقررات حلف الناتو، ومن كلياتنا نعرف أن مقررات حلف الناتو التي تصيغها في شكلها النهائي هي أمريكا وليس الأعضاء التسعة وعشرين الآخرين. وأيضا شاهدنا دعوة وزراء وزيرين دفاع السويد وفنلندا مشان يعني إجراء ترتيبات لإدخالهم ضمن حلف الناتو لإكمال تطويق روسيا من جهة الشمال، في الوقت الذي ما تزال تعارض فيه دولة أو دولتين هي تركيا وهنغاريا أعتقد دخول هذه البلدين إلى حلف الناتو. والمعروف بضمن قرارات حلف الناتو أن قبول أي عضو جديد يجب أن يكون بالإجماع، إجماع جميع الأعضاء. المصلحة الأمريكية أيضا بدأت اقتصاديا باستدراج رؤوس الأموال الأوروبية من خلال إعفاءات مالية بأمريكا، بالوقت اللي تأن في أوروبا من تردي الوضع الاقتصادي نتيجة الكساد التجاري، نتيجة الحرب التي تدور هنا، نتيجة غلاء المعيشة، تدني مستوى الأجور مقارنة مع متطلبات الحياة. فكل هذه العوامل تستفيد منها أمريكا لتمرير سياستها وتمرير يعني وضعها. تقصد أن المظاهرات الضاغطة والتي تطالب، أتحدث عما يجري عندكم في باريس، على الرئيس إيمانويل ماكرون على الأقل التعامل مع طبقة رجال الأعمال كما يتعامل مع الشعب، هل تعتبر أن هذا الضغط هو أحد المصارف التي ترغب فيها الولايات المتحدة أن تخرج رؤوس الأموال الفرنسية مثلا نتيجة لهذه الضغوط الشعبية التي ظاهرها شعبية؟ يعني هل أنت معي منها مع هذا الطرح؟ لا، هي التظاهرات هي فعلا شعبية وليس أعلم ذلك، ولكن التركيز على طبقة رجال الأعمال يعني في عدة مشاكل، مشكلة رفع سن التقاعد، مشكلة الرواتب، ومشكلة الضرائب الغير عادلة. يعني الناس النقابات والقوى السياسية المعارضة تطالب بأيضا نظام ضرائبي متطور يعني لا يساوي بين الدخل المحدود والأثرياء في العالم. أمريكا دخلت على الخط من خلال هذه التظاهرات وقدمت إغراءات لكبار رجال الأعمال الفرنسيين والأوروبيين أيضا لنقل مشاريع وأعمال إلى أمريكا من خلال إعفاءات مالية وتسهيلات بنكية أيضا. وهان شعر الأوروبيين أن يعني هناك صفحة من الغدر تقوم بها أمريكا ضدهم اقتصاديا أيضا، عدا عن التوريط في حرب في أوكرانيا، عدا عن التوريط في المساعدات المالية الكبيرة لأوكرانيا. فوجدوا حالهم أنه هن هلأ في مأزق فعلي يجب الخروج منه. أنا أعتقد أن المخرج الوحيد للاتحاد الأوروبي وللدول الأوروبية من هذا المشكلة الكبيرة هي فتح باب الحوار وباب الدبلوماسي. من أجل طيب سيدي الوقت انتهى ويبقى لي سؤال ولا أنتظر منه إجابة، ولكن للتدقيق، هل سمعتم في باريس وأنت الكاتب الصحفي وأمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب عن تغيير وزير الدفاع الأوكراني وتبديله برئيس جهاز المخابرات؟ في هذه المعلومات وردت هيك معلومات ولكن غير مؤكدة حتى الآن. عظيم، أنا أدقق في هذا الأمر لأن ضيفي قال هذا الحديث، فكنت أحاول أن أدقق معلوماتيا معك من هذا المكان. شاكر لك من باريس جزيل الشكر السيد علي. الوقت انتهى سيدي. من باريس السيد علي المرعبي الكاتب الصحفي وأمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب، شكرا لك على هذه المشاركة.